يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سانيا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة اويا ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة اويا. ان كنت لم تنعم بظل ابوتك فالله اثر ان يضمك راعيا. اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة يا رب ترضيه وترضيك عنا يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام هيا بنا لنعطر المكان بآيات الرحمن آيات الرحمن القرآن الكريم القرآن الكريم معجزة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ له في قلوب العارفين والعالمين حب ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أسامة سامي الهواري. أسأل ربي في علاه أن يحفظه بحفظ القرآن الكريم يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام هيا بنا لنستمع لهذه التلاوة خاشعين لآيات رب العالمين. واسأل الجميع ان كل احد يستمع الى هذه التلاوة فليتفضل فضيلة المولانا الشيخ الدكتور أسامة الهواري يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل
فسبح وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإن بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإن واصبر لحكم ربك واصمت واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك
بأعيننا وسبح واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله يستر. الله يكبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. القرآن كريم من قارئ عظيم ومتمكن وربنا معاك يا شيخ اسامة. وما يتعلقش هذا من منام. واي حد عشان تقراه. لا كله. ايه. عندنا كده والشمع عليك حلو. يلا حبيبي. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه إدبار النجوم. نصفه أو ينقص منه قليلا. نصفه أو ينقص منه قليلا. من قليلا أو زد
يلا. طيب. ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم يا أيها المزمل قم يا سيدنا النبي سيدنا النبي تقول يا عم شو سام صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا النبي حاضر. قم الليل إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا ايه ربنا بيتجلى عليك
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو
اتخذه وكيلا هو فاتخذه وكيلا إن لك في النهير سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم
عصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا السماء إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم إن من الذين معك
إن ربك يعلم. تظلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. إن ربك يعلم. إن ربك يعلم. إن ربك يعلم. إن ربك يعلم. يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم. إن ربك يعلم. يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن.
سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
صدق الله العظيم. شو محمد أشرف؟ وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، عشنا واستمعنا واستمتعنا من كتاب الله الكريم آيات الله البينات. تلها علينا فضيلة مولانا القارئ الشيخ الدكتور أسامة الهواري، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بمدينة بلقيس بمحافظة الشرقية. وكانت ضمن فقرات هذا الحفل القرآني الليلة التي تقام احتفال والاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقرية المنايل، وجميع أهل المنايل جميعا يشكرون كل من أتوا، كل أحد باسمه ليشارك هذه القرية بالاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وكانت هذه القراءة ختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها لكم رجال ونعم الرجال بقرية المنايل الذين يقومون هذا الحفل سنويا للاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فأسألكم جميعا الفاتحة على روح سيادة اللواء عبد الواحد محمود عبد الله، والشيخ عبد الشافي عطية عبد الله، والحاج محمد عبد الغني عبد الله، والحاج يسري عبد الغني عبد الله، والحاج سيد محمود عبد الله، والحاج أحمد عبد الباقي عبد الله، وأيضا الفاتحة أيضا على روح الحاج عبد المنعم ياسين، والحاج حسين شاكر، والحاج نبيل عبد الله، والحاج علي أبو عوض، والحاج محمد محمود عبد الله، والحاج محروس درويش، والحاج رضا عويس، والشيخ صبحي سيف الدين، والدكتور طاهر احمد عبد الله، والحاج ماهر محمد عيد الدين رحمهم الله جميعا. الفاتحة الى امواتنا اموات المسلمين اجمعين، والى شهداء الوطن شهداء الجيش والشرطة، فباسم القائمين على هذا الحفل جميعا يتقدمون ويشكرون الى كل من اتى وحضر وشارك معهم هذا الاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وننبه حضراتكم تنويه بمشيئة الله تعالى يوم 30/10، بمشيئة الله تعالى وواحد 31/10 ستقام الليلة المعتادة سنويا من الساحة المحمدية الإلهية ساحة مولانا العارف بالله الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي رحمه الله ونجله الكريم بارك الله فيه العارف بالله مولانا الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي. فالليلة بمشيئة الله تعالى يوم 30/10 و31/10 الليلة معتادة سنويا من الساحة المحمدية الإلهية ساحة مولانا العارف بالله الشيخ محمد عبد الرحمن بدوي رحمه الله ونجله الكريم مولانا الشيخ عبد الرحمن محمد بدوي بارك الله فيه. الليلة بمشيئة الله تعالى يوم 30/10 و31/10، وكل عام وحضراتكم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.